السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة قسم الفيزياء الطبية. هذا الفيديو سويته حتى أعلمكم كيفية استلام الكود على الإيميل الجامعي اللي تم تزويدكم به. طبعا بداية ندخل من جوجل كروم على كلية مدينة العلم الجامعة الصفحة الرئيسية. نعيد، يعني انتو على اعتبار دخلتوا الإيميل والباسورد، لكن من تريدون إذا انتو ما مثبتين ما مسوين حفظ للصفحة ما مخلينها، مجرد ما دخلت انتم مفروض حافظين الباسورد مباشرة تدخلون. لاحظ هنا جاية رسالة بعنوان كودات الصفوف على الإجمودو من حساب رئيس القسم. لاحظ نفتح هذا المتصفح، راح نلاحظ عبارة عن صور. بالنسبة للمرحلة الثانية، طبعا هذه المرحلة الثانية 4 مواد: مدخل إلى الفيزياء الطبية، كهربائية، كيمياء، رياضيات، ونفس الحالة لبقية المراحل. نلاحظ نفتح صورة، نلاحظ هذا اللي بالإطار هو عبارة عن الكود، فننقله هنا. نلاحظ 4 صور، يعني 4 مواد، لكن احنا مو مرة واحدة. انتو حتى تسجلون تتابعون الفيديو المرسل لكم مسبقا للتسجيل بالإجمودو على الإيميل الجامعي، لازم تحتاجون كود صف. فنختار أول كود للصف، أول واحد، وبعدين نطلب انضمام بالنسبة للصفوف الأخرى. هذه كل ما في الأمر. فالآن ناخذ هذا الكود اللي هو GPREI7، تاخذوه كما هو وتنزلوه بنفس الطريقة اللي موجودة بالفيديو التسجيل بالإجمودو. راح يصير عندكم حساب بالإجمودو طبعا بالاسم الرباعي والصورة الشخصية. مباشرة أول ما راح تسوون الحساب أنتم منضمين لواحد من صفوف المرحلة الثانية، وبعدين تباعا تعرفون أكيد الجوين كيفية الانضمام إلى الصفوف الأخرى. ترجعون للرسالة مالتكم اللي واصلتكم، تأخذون الكودات الأخرى مرة، يعني كل كود واحد تسوون انضمام إليه، وبالتالي التدريسي الموجود أو الشخص المسؤول عن إضافة الطلبة راح يسمح لكم. وشكرا لكم.